في مثل يقول حرص ولا تخون، صح؟ لما ينترجمها على الأرض الواقع فنلقى أن احنا لما نستسهل نزول عيالنا للمحلات التجارية بين قوسين البقالات وضامنين أن والله العامل اللي داخل هذا مثلا بنعرف له من زمان وعيالنا يلعبون معاه ويعرفون له، احنا هنا أمننا زيادة على اللزوم، لأن ياما كاميرات البقالات هذه رصدت وياما شفنا تحرشات وكذا، والسبب ان احنا استسهلنا هذا الامر. انا لا اعمم، ولكن انا من حقي اني احرص على ولدي ولا اخون الاخرين، تمام؟ طبق ايضا ذلك على البنت الصغيرة لما تنزل بروحها وتنزل البقالة وتشتري غرض او كذا، ما توعى الا اللي شغال في البقالة يمشي وراها، هو يمشي ما تدري يبي يساعدها يبي يسهل عليها، وممكن لي بأقرب أخرى، فأنا أكون حريص في هذا الأمر. ما يمنعنا أنا أنزل مع ولدي أو بنتي، لكن ما خليهم ينزلون بروحهم. نفس الشيء لما يكون مثلا بيتي جنب البقالة أو جنب السوبر ماركت، إحنا نشوفه عادي طرش ولدك يشتري غرض كذا، أوكي تمام الأمور طيبة ما في مشكلة، يشتري ويتعود ويتعلم وكذا، بس كم عمره؟ وهل المكان اللي بروح له مكان أمان؟ هل العامل اللي هناك أمان أن أخلي ولدي موجود عنده؟ أرجع أقول لكم مش الكل، وأرجع أقول لكم يا ما كاميرات رصدت تحرشات وأنتم بنفسكم شفتوها وعارفين قصدي وعارفين معنى كلامي.